ورجعنا لحضراتكم تاني. أول خبر معانا، الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع نشاط القطاع المصرفي للدولة. اجتمع الرئيس مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك. والتصريحات الرسمية بتقول عرض تفاصيل الأصول من الأراضي التابعة للبنوك الحكومية المصرية والمنتشرة في كافة محافظات مصر مع استعراض جهود تطوير تلك الأصول لتحقيق الاستغلال الأمثل لها. نشوف تقرير يخص هذا الموضوع ونرجع تاني. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي والسيد جمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي والسيد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي والدكتور شريف حازم وكيل المحافظ لقطاع الأمن السايبراني والسيد محمد الإتريبي رئيس بنك مصر والسيد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط القطاع المصرفي للدولة، وقد تم عرض تفاصيل الأصول من الأراضي التابعة للبنوك الحكومية المصرية والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية مع استعراض جهود تطوير تلك الأصول لتحقيق الاستغلال الأمثل لها. وقد وجه السيد الرئيس بتذليل كافة العقبات والتحديات التي تحيط بتلك الأصول مع البدء في إعداد دراسات تسويقية عمرانية في هذا الصدد بما يتيح الاستغلال الاستثماري الأمثل لها ولتكون بمثابة قيمة مضافة لأنشطة المؤسسات البنكية الحكومية. كما تم استعراض جهود البنك المركزي لتعزيز استراتيجية الأمن السيبراني بالقطاع المالي والذي يعد من أكبر التحديات الراهنة في ضوء التوجه نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد وكذا تنامي استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية. وقد وجه السيد الرئيس بدعم كافة أركان منظومة الأمن السيبراني للقطاع المالي من خلال تزويدها ببنية تحتية مؤمنة وكذلك كوادر بشرية مؤهلة، وذلك لتعزيز جاهزية تلك المنظومة التأمينية بالجهاز المصرفي. كما عرض السيد طارق عامر تطورات أداء القطاع المصرفي والمؤشرات البنكية وكذا مستجدات الخدمات المالية المقدمة للمواطنين عبر البنوك، حيث تم التأكيد على مواصلة استقرار أداء القطاع المصرفي خلال جائحة كورونا، وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر نتيجة تمتع منظومة البنوك المصرية بأصول مرتفعة من رأس المال والسيولة. كما شهد الاجتماع استعراض المبادرات الرئاسية التنموية المختلفة التي يدعمها البنك المركزي، خاصة بتمويل مبادرات الشباب والفئات متوسطي ومحدودي الدخل والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومبادرة تمويل القطاع الخاص وكذلك قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والزراعة والمقاولات، فضلا عن المبادرات الأخرى الخاصة بدعم السياحة وتطوير الفنادق ومبادرات التمويل العقاري وإحلال المركبات. وقد أعرب السيد الرئيس في هذا الإطار عن تقديره للقطاع المصرفي في الدولة للدعم الذي قدمه لصالح مسيرة التنمية والمشروعات القومية في مصر خلال السنوات الماضية على مستوى العديد من القطاعات، ما أدى إلى تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة. المحبة والصداقة بين الكنائس من الحاجات الجميلة والمفرحة. الصداقة بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية، امبارح قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني استقبل اتصال هاتفي من بابا الفاتيكان البابا فرانسيس بمناسبة حلول الذكرى الثامنة ليوم الصداقة بين الكنيستين.
يوم الصداقة من 8 سنين من 2013، يوم 10 مايو يوم زيارة البابا تودروس للفاتيكان، وده كان بمثابة عيد يعني على مدار 8 سنين. لكن الحقيقة المرة دي بسبب طبعا ظروف كورونا في العالم كله، فما فيش أي نوع من التجمعات الصلاة اللي ممكن تكون في الكنائس لليوم ده. لكن في كل الأحوال في المكالمة دي كل واحد من الآباء الأجلاء، البابا تودروس والبابا الفاتيكان البابا فرانسيس، اتمنى الخير والسلام للعالم كله وللكنيستين. من الحاجات الحلوة قوي اللي حضراتكم تابعتوها طبعا الفترة اللي فاتت زيارة البابا فرانسيس للعراق، ودي من الحاجات اللي أثنى عليها البابا تودروس في المكالمة دي، وقال له إنها زيارة بتعبر عن محبة كبيرة. لكن كمان البابا فرانسيس رد كله إحساس وإنسانية ومحبة لما قال له إن شعب العراق شعب تألم كثيرا، شعب تألم كتير، وشعب المتألم إنك تحسسه إنك فاكره وإنك بتصلي من أجله وإنك جاي لغاية عنده، دي أكيد بتفرق معاه كتير جدا. وطبعا افتكروا مع بعض زيارة البابا فرانسيس لمصر، وقد ايه يعني حتى كان التشبيه كانت زيارة جميلة وزيارة مثمرة زي زيارة العراق. هي من كان من الاخبار الجميله الخبر اللي قالته هبه، يعني يوم الموده ويوم المحبه بين الكنيستين القبطيه الارثوذكسيه والكنيسه الكاثوليكيه. ده اللي بيقول لك ان احنا كنيسة عظيمة جدا. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اختارت 10 مايو، يمكن دلالة الاختيار ليه؟ عشان كان البابا شنودة الثالث ربنا ينيح نفسه كان زار البابا بولس السادس يوم 10 مايو 1973. فلما البابا تودروس حب يزور الفاتيكان قال انا مش هزور الفاتيكان غير 10 مايو عشان يبقى نفس اليوم اللي زاره البابا شنوده، ويبقى ده يوم الصداقه. فحتى التعبيرات جميله بتقول ان الكنيسه القبطيه كنيسه ممتده، جيل بيسلم جيل، ودي حاجه جميله وحاجه محترمه. من اخبارنا النهارده، الحكومه تستعرض جهود تطوير اعاده هيكله شركه النصر وتطورات تنفيذ مشروع السيارات الكهربائيه. الحقيقه مصر بتبذل مجهود كبير جدا في فكره تنفيذ السيارات الكهربائيه، يعني في مصر خلال السنوات القليله القادمه هتشوف فيها سيارات كهربائيه ماشيه في الشارع بصناعه مصريه، صناعه مصريه. عارفين حضراتكم ان التكنولوجيا المستخدمه في صناعة السيارات الكهربية هي أقل على فكرة من السيارة العادية اللي بتمشي بالبنزين اللي هي بتبقى معقدة يعني. لكن السيارات الكهربائية التكنولوجيا قال إن هي بتعتمد فقط على فكرة وجود بطارية زي الموبايل كده، في بطارية شغالة يبقى الموبايل زي الفل يعني ده تعبير طبعا مخل ومبسط يعني. فمصر يعني بتمضي قدما في هذا الموضوع، إن هي إن شاء الله يبقى عندنا قريبا سيارة كهربائية صناعة مصرية 100% إن شاء الله. إن شاء الله. طيب هنروح لخبر تاني. طبعا عيد الفطر والأجازة تبتدي من الأربع المفروض أنه بكرة، لكن الناس اللي برضو عايزة تطمن وتعرف المخابز الجمعيات الاستهلاكية هتكون شغالة ولا لأ، فوزارة التموين قالت أن المخابز هتشتغل طول أيام العيد فيما عدا بعض المخابز اللي خدت أجازة مسبقة أو اللي هي طلبت ده. لكن احنا بنتكلم في المجمل أو بشكل عام هتكون المخابز شغالة من 5 الصبح لغاية الساعة 5 مساء، من 5 لـ5 المخابز هتكون شغالة. الجمعيات الاستهلاكية برضو هتكون شغالة بكرة، أول وتاني يوم العيد هتكون شغالة بطاقة 50%. لكن أقصد أن احنا أي حاجة هنحتاجها مش هلاقي الدنيا كلها مقفولة، الناس تحتار مش عارفة تجيب عيش، مش عارفة تجيب اي احتياجات ليها. لا، وزاره التموين بتطمننا ان هيكون في بعض الجمعيات اللي شغاله والمخابز كمان. نخرج نشوف تفاصيل اكتر من خلال التقرير ده ونرجع نكمل اخبارنا. بطمنكم ان وزاره التموين دايما معاكم سواء في اجازات او ما فيش اجازات، احنا دايما شغالين. فاحب اطمنكم ان كافه الافران شغالة، على بعض قلة قليلة طلبت أجازات متنوعة سواء أول يوم أو ثاني يوم ولا تزيد عن 10% في كل منطقة، لما كافة المخابز شغالة من الساعة 5 الصبح عودة إلى المواعيد العادية إلى 5 بالليل، وبعض المخابز بتشتغل
لغايه الساعه 11 بالليل في ايام العيد، بالاضافه الى ان تم صرف 3 ايام اضافي لكافه المخابز على مستوى الجمهوريه عشان احنا ادينا اول وثاني يوم العيد للمطاحن اجازه، وبالتالي الكل مخبز لديه بالاضافه للاحتياط الاستراتيجي بتاعه عنده الثلاث ايام الزياده اللي يقدر يشتغل بيهم اثناء فتره العيد. موسم القمح مستمر ولكن متوقف في اول وثاني يوم، يعني خميس وجمعه فقط لجان الاستلام، ما فيش لجان استلام، ولكن شغالين يوم الاربعاء شغل عادي، واعتبارا من يوم السبت لجان الاستلام القمح تعمل في كافة المواقع اللي موجودة في جمهورية مصر العربية. كذلك طبعا عارفين جد كويس جدا، احب اقول لكم ان احنا واحنا النهارده بنتكلم قبل يوم العيد، واحنا في 10 مايو النهارده، تم صرف حوالي 50% من السلع التموينية حتى هذا اليوم، معنا صح في تلت الشهر احنا صرفنا نص الكمية المطلوبة. طمن كل البدالين ان الجمعيات شغالة، يوم الوقفة شغالة، اليوم الوحيد اللي بيتوقفوا فيه اللي هو أول يوم العيد، ولكن كذلك حتى في بعض المجمعات المميكنة كاملة وما نسميها مجمعات كبيرة هتشتغل في أول وأثناء كافة أيام العيد، بالإضافة إلى غرفة عمليات موجودة في الوزارة وغرفة عمليات موجودة على مستوى كل مديرية، وكافة سواء الرقابة في الوزارة أو الرقابة في المديرية أو مباحث التموين، هناك لجان عمل ومجموعات رقابية موجودة بتلف على كافة الأسواق حتى يمكن انضباط الأسواق المختلفة وإتاحة كافة السلع اللازمة سواء أساسية أو غير أساسية للمواطن أثناء فترة العيد. من أخبارنا النهاردة، إحالة أوراق 6 متهمين إلى المفتي قتلوا قبطي وحركوا كنيسة. حالة محكمة جنايات المنيا أوراق 6 متهمين، طبعا مكتوب أساميهم كلهم، لأن قتلوا يعني قبطي أمام كنيسة دلجة بمحافظة المنيا مركز دير مواس، وهو إسكندر قوس صقر أحد أبناء القرية، وده كان بعد فض اعتصام رابعة، وتم حكم الإعدام أو إرسال أوراقهم إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم لقتلهم وحرقهم قبطي أمام الكنيسة. طبعا ده كان في الأيام السوداء اللي بعد موضوع رابعة واللي حصل، وتم الاعتداء على عدد كبير جدا من الكنائس، ويمكن وقتها احنا كنا بنتكلم في الإعلام وكنا متوقعين كده ان ايدين الغدر وان هي تطول الكنائس، وقعدنا يمكن نعاني من الكلام ده ربما سنوات كمان، ربنا ما يعيدها. ايام كانت ايام صعبة جدا جدا جدا، فكرة الاعتداء على الكنائس، ومش بس قتلوا الراجل وقتها، ده قتلوه وحرقوه. فالمحكمة النهاردة بتقتص ليهم وحالة أوراقهم للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وأنا بشوف أن طبعا يعني محاكمة عادلة جدا. ربنا ما يرجع دي أيام، وتفضل الخير ويفضل السلام والأمان، وتتفتح مرة تانية أبواب الكنائس ونرجع نصلي وإحنا في طمأنينة وإحنا في أمان. نروح لوزارة الصحة والتقرير اليومي وأعداد الإصابات. الصحة سجلت 1150 حالة إيجابية جديدة و68 حالة وفاة وخروج 677 متعافي من المستشفيات. الأعداد بتزيد يا جماعة، ولازم نخلي بالنا أرجوكم، كل مرة بنكرر أن الأعداد أضعاف وأضعاف الأرقام اللي بتتسجل في وزارة الصحة. طبعا موضوع الأعداد اللي بتزيد كل يوم بنأكد مرة واثنين وثلاثة، وفي ناس بتزعل مننا لما بنقول كده وبنقول أن الأعداد الرسمية لا تمثل إلا مثلا نسبة 10% من الأعداد اللي على أرض الواقع، وممكن تبقى أقل كمان. مين اللي قال كده؟ اللي قال كده جهات رسمية منها وزارة التعليم العالي، ويمكن حتى المنطق اللي حوالينا بيقول كده برضو. لما تشوف صفحة الفيسبوك تلاقيها تحولت
صفحة وفيات، كل يوم ناس بتموت وللأسف بمختلف الأعمار، يعني ما بقاش بس اللي بيموت هو اللي عنده مرض خطير أو كبار السن مثلا حد فوق ال 80 سنة ولا حاجة، لا احنا بنتكلم ان شباب النهاردة بيموتوا بكورونا للأسف يعني. فطبعا وبعدين عايز أقول يعني كلنا غاليين علينا أهلنا وكلنا غاليين علينا حبايبنا، فأرجوكم أرجوكم نخلي بالنا عشان نخرج من هذه الأزمة الصعبة اللي بتواجه مش بتواجه مصر، بتواجه العالم كله، من غير ما نخسر حبايبنا. ويا رب كل يا رب كل مريض بهذا المرض ربنا يشفيه ويعدي هذا الفترة الصعبة على خير. لسه في ناس لغاية دلوقتي بتقول لك هو في حاجة أصلا اسمها كورونا، فإننا نبقى واصلين لغاية في ونص يعني. لغاية دلوقتي إن لسه يبقى فينا اللي بيقول كده، فطب أنتوا كل اللي شايفينه حواليكم ده إيه يعني؟ هنروح لخبر تاني، ولكل اخواتنا وكل اولادنا في الثانويه العامه النهارده اخر يوم لتقديم استمارات الثانويه العامه. وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني قالت ان اليوم الثلاث 11 مايو الجاري اخر موعد لاستلام كنترولات الثانويه العامه استمارات التقدم لامتحانات طلاب الثانويه العامه. يعني المطلوب او المناشده دي للمدارس، المدارس المفروض انها خلت الاولاد يكتبوا ويملوا الاستمارات، المفروض انها تسلمها في اسرع وقت ممكن، ومفروض انه كمان هيكون في عقوبه لو المدارس اتاخرت اكتر من كده انها تقدم الاستمارات. الحاجه كمان المهمه في الخبر ان اولادنا وهم داخلين الامتحان معاهم التابلت، المفروض او متاح ليهم ان يبقى معاهم نسخه من الكتاب المدرسه، يقدروا انهم برضو يعني زي الامتحان هيكون اوبن بوك. لكن طب طلبه المدارس والطلبه اللي لسه متبقين من السنه اللي فاتت هيعملوا ايه؟ من حقهم انهم يدخلوا بالكتاب الورقي او بنسخه مصوره منه. اللي معاهم التابلت اوريدي بيبقى معاهم او بالفعل بيبقى معاهم الكتاب على التابلت بتاعهم. بالتوفيق يا رب وبالنجاح، والفترة دي محتاجين لأولادنا هدوء الأعصاب وإنهم يعدوا الفترة الصعبة دي ويحطوا رجليهم على بداية الطريق. كلنا علينا دور، يعني كل واحد عنده ابن أو بنت في الثانوية العامة، فيعني رفقا كده بأولادكم الفترة اللي جاية. أمين يا رب. ومعنا ناخد آخر أخبارنا النهاردة وخبر رياضي، الزمالك يتعادل مع الأهلي 1-1 في قمة المية 122. امبارح أقيمت مباراة ما بين الأهلي والزمالك، وهي المباراة الثانية خلال يعني المباراتين كانوا خلال شهر رمضان. في المباراتين طبعا في الدوري العام اتعادلوا 1-1، صلاح محسن سجل للأهلي في الدقيقة 73 وفرجان الساسي سجل للزمالك في الدقيقة 79. من وجهة نظر ناس كتير جدا ان التعادل عادل، الفريقين كان المستوى قريب جدا من بعضه، ما اعتقدش ان في حد يعني خرج زعلان لأهلاوي ولا زملكاوي، لان فعلا هو تعادل عادل. دي كانت أخبارنا. دلوقتي خلونا نخرج مع حضراتكم لفاصل، وبعدها نرجع للفقرة الروحية. باكرا يا رب تسمع صوتي.